أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الأنعام في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في هذه الآية أحبة الكرام، يبين الله لنا سبحانه وتعالى أن مفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها أحد سواه. وهنا أجملها وفصلها في سورة لقمان عندما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لقد ورد في الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري ومسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة لقمان. والعجيب أن سورة الأنعام قد ورد فيها آيتان فسرتا في سورة لقمان. فالآية الأولى ستأتينا إن شاء الله في المجلس القادم، وهي في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية أيضا جاء تفسيرها في سورة لقمان: وعنده مفاتح الغيب. قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وهي آخر آية من سورة لقمان. يقول الله: وعنده مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب أو الطرق الموصلة إلى علمه سبحانه وتعالى، إلى علم الغيب، الطرق الموصلة إلى علم الغيب. لا يعلمها إلا هو، وهي الخمسة المذكورة في آخر سورة لقمان. ويعلم ما في البر والبحر، يعلم جميع ما يحدث في البر من زيادة ونقص وإحياء وإماتة ورزق وقحط وجدب وقلة وكثرة وموت وحياة، وكل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك. لأنه قال: ويعلم ما، وما للعموم، يعني يعلم كل ما يكون في البر وكل ما يكون في البحر. والعوالم البحرية كما يقول العلماء عوالم كثيرة، بل إن دواب البحر وما فيه تعدل ضعفي ما على البر. ويعلم ما في البحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إن نبات الورقة يأتي شيئا فشيئا، ولذلك قد يكون من اليسير في ظن من يريد أن يظن ذلك إحصاء ذلك ومعرفته، لأنها تنبت شيئا فشيئا، لكن سقوط الورقة يأتي فجأة. ولذلك لما كان هذا أبلغ في بيان سعة علم الله ودقته ذكره،
قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. في هذه اللحظة كم يتساقط من ورق؟ هل تستطيع أن تقول مئات أو ألوف أو ملايين أو مليارات؟ قد تقول ملايين المليارات من أوراق الأشجار تسقط في اللحظة الواحدة، والله يعلمها ورقة ورقة، لا يغيب عن علمه منها شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. انظروا يا إخواني سعة علم الله، إنه شيء عظيم. وغالبا ما يساق علم الله في موطن التهديد في القرآن، كتهديد للمشركين أو للمكذبين أو المستكبرين، يهددون بعلم الله بهم واطلاعه عليهم ومعرفته وعلمه بأحوالهم، وأنه لا تخفى عليه من أحوالهم خافية. قال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي هذه كلها موجودة ومدونة ومكتوبة في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد كتب فيه مقادير كل شيء. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. فكتب مقادير، أو فجر القلم بكتابة المقادير وكتب كل شيء سبحان الله. فإن قلت هذا شيء عظيم، فالقرآن يجيبك بأن ذلك على الله يسير. إن كان صعبا أو شديدا أو عظيما عند المخلوقين فإنه على الله يسير. وإذا كان المخلوقون اكتشفوا أشياء من التقنيات تحصي بعض أمورهم كمكالماتهم الهاتفية أو أشياء من هذا القبيل، فإن ما في اللوح وما يكتب في صحائف العباد يشمل كل شيء حتى حركات القلوب، وهذا شيء لا تستطيع أي تقنية ولا تستطيع أي جهة أن تحصيها. قال الله عز وجل مبينا تمام قدرته وقهره لعباده وملكه لهم: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة تأتي بمعنى النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله عز وجل هو الذي ينيمنا بالليل ويعلم ما جرحنا، أي ما كسبنا وما عملنا، بالنهار. ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، يعني إلى أن يأتي الأجل الذي أجره الله لعباده، وهو ساعتهم التي تحين عليهم فيغادرون فيها الدنيا. ثم إليه مرجعكم، إلى الله وحده مرجعكم ليس إلى أحد سواه، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يعني إذا رجعتم إليه نبأكم بعملكم، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء ولا يخفي من عملكم شيئا، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الباء ينبئكم بما كنتم تعملون، ما هنا إما أن تكون مصدرية أي بالذي كنتم تعملون، أو تكون إما أن تكون موصولة بالذي كنتم تعملون، أو تكون مصدرية بما كنتم تعملون أي بعملكم. ثم قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، قاهر الذي قهر كل شيء وأذله واستعبده، فهو المذل لكل شيء، القائم عليه، القاهر له، وهو القاهر فوق عباده. وهذه الآية من أدلة الفوقية والعلو، وأن الله سبحانه وتعالى له العلو كله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما علو القهر وعلو القدر فهما مما يثبته جميع أهل القبلة، وأما علو الذات وهو العلو الذي أثبته أهل السنة وأجمعوا عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على عرشه،
وأنه سبحانه وتعالى إذا سئل أين هو قيل في السماء، فهذا مما أثبته أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم. والحق فيه مع أهل السنة، وأدلة القرآن متوافرة على إثباته، وإجماع الصحابة والتابعين عليه. قال الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة يحصون أعمالكم، وحفظة يحفظونكم مما لم يقدر عليكم. قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاءت ساعة أحدكم وجاء ميقاته الذي لا يتجاوزه، عند ذلك توفته ملائكة الموت وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون فيما يؤمرون به. قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي يرد هؤلاء جميعا إلى الله مولاهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وكل العباد سيرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى بلا شك ولا مرية. قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، الحكم له وحده، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله له الحكم للدلالة على الحصر، أي الحكم له وحده لا لأحد سواه. وهذا أسلوب معروف، وهو أن تقديم ما حقه التأخير يدل أو يؤذن بالحصر، أي هو وحده الذي له الحكم دون أحد سواه. قال الله عز وجل: وهو أسرع الحاسبين، أي لا أحد أسرع من الله محاسبة، فهو يحاسب عباده جميعا كما بين صلاتي الظهر والعصر من سرعة الحساب. وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس أو يمثل بأحد من الخلق، وأن ما يعرفه الخلق من سرعة الحساب ودقة آلاته إلى آخره لا يمكن أن تكون شيئا أمام ما يذكره الله سبحانه وتعالى ويصف به نفسه من سرعة محاسبته وحسابه لأعمال العباد. قال الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه حجة من الحجج التي تقيمها آيات هذه السورة المتخصصة في محاجة المشركين ومدافعة شركهم وإقامة الحجة عليهم في أمر التوحيد وقضية الشرك. يقول الله فيها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، يعني عندما تدلهم عليكم الخطوب وتكونون في ظلمة بر تخشون من السباع، أو في ظلمة بحر تخشون من الغرق، من هو الذي ينجيكم من تلك الظلمات المدلهمة والأمواج العاتية التي تعصف بكم وبمراكبكم؟ فعندما تعصف بكم ما تجدون إلا الله. قال: وتقولون حينها لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كم عاهدتم الله وقطعتم على نفسكم عهدا بأنكم إن نجوتم من هذه الكربة وكشفت لكم تلك الغمة أن ترجعوا إلى الله وأن تؤوبوا إليه، ثم إنكم إذا نجيتم أشركتم وعدتم إلى ما كنتم عليها. وهنا يجيب الله عز وجل أو يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجيب فيقول: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله وحده هو الذي تدعونه إذا نزل بكم الكرب، كنتم في البر أو كنتم في البحر، وهو وحده الذي ينجيكم من الكروب كلها، ومع ذلك في كل مرة تعاهدون الله بأن تشكروا إذا نجوتم، فإذا نجوتم نسيتم ما كان منكم وعدتم إلى الشرك والعياذ بالله، وجعلتم لتلك الآلهة والأصنام
نصيبا من العبادة وهي لم تعلم بكم ولم تنجكم ولم تصنع لكم شيئا. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التهديد والوعيد: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم ويذيق بعضكم بأس بعض. الله وحده هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي من السماء كالصيحة والمطر والظلة، أو من تحت أرجلكم كالخسف وغيرها من أنواع العقوبات، أو يلبسكم شيعا. يلبسكم شيعا أي يخلطكم فتكونون فرقا مختلفة، يعارض بعضكم بعضا ويحارب بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا من أجل التعصب للمذهب أو للطائفة أو القبيلة أو لغير ذلك من الأسباب التي نحن نراها ماثلة من العهود الزاهرة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا اللبس قد قدره الله على هذه الأمة. وهذه الآية عندما نزلت وقال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بعض ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو أيسر. لأن اللبس يعني لا بد من حصوله لكنه لا يستأصل الأمة ولا يفنيها. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم، وألا يعني يفرقهم شيعا فيقتل بعضهم بعضا. قال: فأجابني إلى الأوليين ومنعني الثالثة. ولذلك نحن نلاحظ أن الأمة بقي فيها التقرق والتحزب والتشيع والاختلاف والاضطراب، وسيبقى لأنه قدر الله عز وجل الذي لا بد منه. قال الله جل وعلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، أي نلونها وننوعها لعلكم أيها العباد أن تفقهوا وتفهموا لماذا خلقتم ومن هو الذي بيده أمركم ومن الذي تصرف له العبادة. قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق. كذب قومك بالقرآن الذي أوحيته إليك وهو الحق، وهو الحق يعني الصدق الذي لا شك فيه ولا مرية، حق أنه من عند الله وليس فيه إلا الحق. قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، أي قل لهم: يا محمد لست وكيلا عليكم، لم يوكلني الله على إيمانكم بأن أحملكم على الإيمان حملا وآطركم عليه أطرا، هذا كله عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسألكم عن ذلك. أنا ليس علي في هذا إلا البلاغ، وليس إلي إلا أداء الرسالة فقط، وأما الإجابة فهي وأما الاستجابة فهي من عند الله، يخلقها في قلوب بعض العباد ويحرم بعض العباد منها، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا إله غيره، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. قال الله عز وجل: قل لست عليكم بوكيل. لعلكم تلاحظون معي إخوتي الكرام أن كثيرا من آيات هذه السورة تأتي إما مصدرة أو في ثناياها بقوله قل، لأنها جاءت في مورد الحجاج للمشركين والمجادلة لهم وتقرير قضايا الاعتقاد، وكلمة قل إنما يستفتح بها الشيء المهم مثل قوله قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر ما هنالك.
قال الله عز وجل: قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر مهم. والنبأ هو الخبر المهم العظيم البالغ الخطورة. لكل نبأ مستقر، لكل خبر موقع يستقر فيه. لا تظنوا أن ما وعدناكم أو أوعدناكم إياه سيذهب، سيأتي يوم يتحقق فيه ما وعد الله به المؤمنين وما أوعد عليه الكافرين. سيأتي يوم بإذن الله يتحقق فيه نصر محمد ومن معه. سيأتي يوم ترون فيه هلاككم وبواركم، وكل ما أخبرتم به سيأتي اليوم الذي يستقر فيه ذلك الخبر ويكون. لكل نبأ مستقر، أي وقت يقع فيه ويستقر، ومنه عذابكم الذي هددكم الله به في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال الله عز وجل: وسوف تعلمون، أي سيأتي اليوم الذي تعلمون فيه ما كنا نحذركم منه وما كنا نعدكم به. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مر بنا في المجلس الماضي نهي الرب سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن يطردهم من مجلسه، وأمره بأن يصبر معهم في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما فعل ذلك مع هؤلاء أمره بالثبات معهم، قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. في هذه الآية أمره بأن إذا جلس في مجلس مع قوم يخوضون في آيات الله ويجادلون فيها ويكذبون بها فلا يحل له أن يقعد معهم، بل يجب عليه أن يبادر إلى الخروج من مجلسهم وترك ما هم عليه. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني ما داموا في هذه المائدة، مائدة السوء، الحديث في أمور باطلة، استهزاء بالله، برسوله، بأولياء الله، بالأنبياء، بعباد الله الصالحين، اتهامهم بالتهم الباطلة، ويدخل في ذلك: يا عباد الله ويا إخواني، من فرغ نفسه لقراءة الأباطيل وقراءة الكذب وقراءة الافتراء والدجل على عباد الله أو على دين الله، لا يجوز لك إذا كان هناك مجلس يقال فيه الباطل أن تجلس فيه، وكذلك لا يجوز لك أن تجلس مع كتاب تقرأ فيه باطلا، لأن ذلك في أسوأ أحواله يخلخل دينك ويزلزل إيمانك، وكما يقول العامة: العيار الذي لا يصيب يدوش، يعني بمعنى يصيب الإنسان بالتذبذب والتحير. نعم، قد لا يصل إلى أن يزيحك عن اعتقادك، ولكنه يجعلك متذبذبا شيئا ما وبقدر معين عما كنت عليه من الحق. فليحذر المسلم أن يجالس أهل الباطل، وليحذر المسلم أن يقرأ لهم، وليحذر المسلم أن يستمع إليهم، وليحذر المسلم أن يشاهد برامجهم. ليست هذه الآية خاصة بالمجالس التي نجلسها، بل حتى من جلس أمام شاشة التلفاز وهو يرى برنامجا فيه أضاليل وأباطيل وجب عليه أن يغير ذلك البرنامج وأن يرتحل إلى قناة أخرى، أو يجلس مع من يفيده وينتفع به، أو يستمع إلى شيء آخر يستفيد منه أو لا يرى فيه شيئا من ذلك المنكر. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أعرض عنهم، أي اجعلهم يعني في عرض بدنك ولا تلتفت إليهم، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتكلموا في أمر غير الأمر الأول الذي كانوا يخوضون فيه في آيات الله. وإما ينسينك الشيطان، يعني
لو أن الشيطان أنساك فقعت وهم يخوضون في آيات الله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. متى تذكرت فقم واخرج من المجلس. وهذا يعطينا قاعدة عظيمة جدا في إنكار المنكر، وهو أن المسلم يجب عليه أن ينكر المنكر، فإذا لم يستطع إنكاره أو أنكره ولم يستجب له فإنه ينتقل ببدنه عن موقع ذلك المنكر. ولذلك قال بعض المعاصرين: إذا لم يزل المنكر فزل أنت. إذا لم يزل المنكر زل أنت، اذهب أنت. هل هناك أحد يجبرك على البقاء في هذا المكان الذي يمارس فيه المنكر ويخوض الناس فيه في آيات الله، يشككون فيها ويستهزئون بها ويسخرون من قائليها؟ قال الله جل وعلا: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني من اتقى فإنه ليس عليه من حسابهم من شيء. من اتقى الله سبحانه وتعالى وقام بما أوجب الله عليه فإن الله لا يحاسبه عما يقوله هؤلاء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني ولكن قيام الإنسان من هذا المجلس تذكرة لهؤلاء الجالسين أنهم فعلوا ما لا يليق بهم أن يفعلوه. ولذلك قال: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى فيرتدعون عن الحديث في مثل هذا الأمر. ولو أني أنا وأنت أخي المسلم كلما رأينا شيئا من الباطل أو سمعناه أنكرناه فإن لم يستجب لنا قمنا من المجلس، لتأدب أكثر الناس فلم يتكلموا بالباطل في مجالس العامة. وقد قال بعض المفسرين: إن المسلمين قالوا عندما نزلت الآية الأولى، قالوا: إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد ولم نستطع أن نطوف، وهذا كان في مكة لأن سورة الأنعام مكية. قال: فنزل قول الله عز وجل: وما على الذين يتقون، أي يتقون الله، من حسابهم، أي من حساب الخائضين، من شيء. من هنا كما يقول العلماء زائدة في اللفظ زائدة للمعنى، فيؤتى بها للتأكيد ولإرادة الاستغراق في النفي. قال: من شيء إذا جالسوهم، ولكن عليهم ذكرى، تذكرة لهم وموعظة لعلهم يتقون. يعني أن من مر بهؤلاء وهم يخوضون فعليه أن يذكرهم لعلهم يتقون. والآية تحتمل المعنى الذي ذكرنا وتحتمل هذا المعنى، وكلاهما صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله. قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي اتركهم. هؤلاء الذين جعلوا دينهم لعب ولهو، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، فهم مشغولون بذلك وجعلوا الدين مجموعة من يعني الطقوس التي يريدون بها جمع الدنيا والرقص واللعب على الذقون والتكذيب بآيات الله وجمع الأتباع ويعني نفخ صور تلك المعتقدات التي يعتقدونها ليروا الناس أنهم على حق. أترك هؤلاء، لا تلتفت إليهم، لا يهمنك يا محمد. قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم بزخرفها. قال: وذكر به، أي ذكر بالقرآن، ذكر به الناس، ذكر به أن تبصر نفس بما كسبت، يعني ذكر بالقرآن لئلا تبسل، أي تسلم إلى الهلاك، نفس بما كسبت. يعني إنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به الناس حتى لا يسلموا إلى الهلاك فيهلكوا من غير بينة. لا بد أن تقيم عليهم الحجة وتذكرهم بالحق. أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يعني أن تهلك نفس بسبب كسبها. قال الله عز وجل:
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، يعني أولئك الذين أهلكوا وأسلموا إلى الهلاك بسبب ما كسبوا، لهم شراب من حميم، أي من شراب حار قد بلغ المنتهى في حرارته، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب ما كانوا يكفرون. فالباء هنا للسببية، وما هنا بمعنى الذي، أي بسبب الذي كانوا يكفرون، أو تكون مصدرية بسبب كفرهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبينا ماذا يكون من حال أولئك الذين يصحبون أهل الهدى ثم يرتكسون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني أتريدون منا أن ندعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا، أي نرجع ناكصين على ورائنا بعد أن أبصرنا الحق ورأينا الهدى والنور وعرفنا التوحيد وشرح الله صدورنا به، أتريدون أن ندعو آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا ترفع ولا تعطي نفسها شيئا فضلا عن عابديها؟ قال الله عز وجل ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يعني يضرب الله مثلا لهذا الذي ضل وآثر الشرك على التوحيد برجل كان مع ثلة من أصحابه، كانوا يمشون في الطريق، ثم إنهم وهم في ذلك الطريق عرض له الشيطان فبدأ يشوش عليه ويقول له هذا الطريق الذي تسلكه ويسلكه هؤلاء ليس صحيحا، وبدأ يشككه فانحرف عن الطريق وسلك غير الجادة، فصار أصحابه يدعونه ويقول له يا فلان ائت معنا فإن هذا هو الطريق نحن نعرفه وقد أبصرناه ولنا به دراية ونحن جماعة. فظل متحيرا حتى أرداه الشيطان في فلات من الأرض فهلك عطشانا ضائعا. قال الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، ليس هناك إلا هدى واحد وهو هدى الله. فهذا المسكين الذي آثر أن يستمع إلى زخرف الشيطان وغرته الدنيا وتحير وترك الجادة المستقيمة، مثله كمثل من كان مع أصحاب وهم مبصرون للطريق عارفون به لا يخفى عليهم من أمره شيء لا يشكون فيه، ثم أصابه شيء من الزيغ والضلال واستهوته الشياطين فصرفته عن الطريق ولم يستمع إلى نداء أصحابه ولا إلى استعطافهم له فضل وهوى والعياذ بالله. قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ليس هناك هدى غير هذا الهدى، وهو أن الله أمر عباده أن يستسلموا له سبحانه وتعالى. أمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نستسلم له وننقاد له ونوحده ولا نعبد أحدا سواه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ورب العالمين هو الله، والرب بمعنى المالك المتصرف الذي يربي عباده بأنواع النعم، والعالمون هم كل من سوى الله من الملائكة والإنس والجن والسماوات والأراضين والجنة والنار وكل ما على أو سفل من مخلوقات الله عز وجل، فالله هو ربها والقائم بها والمالك لها والمتصرف فيها، ونحن جميعا أمرنا أن نسلم له ونذعن لجنابه العظيم جل جلاله. قال الله عز وجل وأن أقيموا الصلاة، يعني وأمرنا أن نقيم الصلاة، يعني نؤدي هذه الصلاة على وجه الإقامة، نأتي بها كاملة شروطها وأركانها وسننها
وما يجب لله عز وجل فيها مكملة لا يعني نقص فيها. وأن أقيموا الصلاة واتقوه أي اخشوه وخافوا عذابه. وهو الذي إليه تحشرون، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي تحشرون إليه، كما أنه يجب أن يسلم الوجه له وحده وأن يفرد بالعبادة فإن الحشر إليه. فمن كان الحشر إليه وحده وجب أن تكون العبادة له وحده، وهذه قضية يجب أن يستقيم طرفاها. فإذا كان العبد يعلم أنه راجع إلى الله فإنه يجب عليه ألا يصرف أمره ولا عبادته إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق الثابت، إما أن يكون بالحق أي محقا، أو خلقها بالحق أي من أجل أن يحق الحق ويقيم الحق جل وعلا، وخلقها لتدل عليه جل وعلا، لم يخلقها عبثا، إنما خلقها من أجل أن يعبد وأن يذكر فلا ينسى وأن يطاع فلا يعصى. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يقول بعض العلماء: ويوم يقول كن فيكون، أي واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون، وهو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا قوله الحق، أي الصدق الواقع لا محالة. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. ويمكن أن يكون المعنى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني عندما يقول للعباد عندما يقول للعباد يعني يوم تأتي القيامة يقول للشيء كن فيكون قوله ذلك هو الحق. قال: وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي عندما ينفخ الملك وهو إسرافيل في الصور، وهو القرن الذي جعله الله مع إسرافيل، إذا نفخ فيه نفخة صعق العباد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: وله الملك في ذلك اليوم، أي له وحده لا يشاركه فيه أحد، مثل ما قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وهو سبحانه له الملك أولا وآخرا، ولكنه قبل ذلك اليوم هناك من يدعي الملك ويقول إنني صاحب الحق، لكنه يوم القيامة ليس هناك أحد يدعي ذلك إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ينادي: أين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله عز وجل: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، أي هو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما غاب وما حضر، ما خفي وما بان، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وإذا كان يعلم الغيب فهو يعلم الشهادة، لكن الله قارن بينهما ليبين سعة علمه، وأن علمه بالغيب مثل علمه بالشهادة لا يختلفان، وأن الله سبحانه وتعالى ليس مثل عباده، إذا كانوا يعلمون شيئا من الشهادة يخفى عليهم الغيب، أو لا يستطيعون علم شيء من الغيب إلا بصعوبة ومشقة، لا، ما غاب وما شهد كله عند الله سبحانه وتعالى معلوم، لا يخفى عليه منه شيء جل جلاله. قال:
وهو الحكيم الخبير. الحكيم في خلقه وحكمه وشرعه وفي تدبيره وأمره، وهو أيضا الخبير الذي يعلم بواطن الأشياء ويعلم خفيات الأمور. والخبرة اسم لله عز وجل يراد به الدقة في العلم وعلم خفيات الأمور، فهو سبحانه وتعالى يعلم الخفية والدقيقة والجليلة والعظيمة والكبير على حد سواء، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. وإلى هنا نصل إلى نهاية المطاف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.